السلام عليكم. اليوم جايب لكم BMW نوع X5 الشكل الجديد بسعر جدا مناسب نهائيا، يعني ما راح تشوفون السعر. كم الفيديو الاخير راح تعرفون تفاصيل السيارة اكثر واكثر. السيارة موديل 23 عليها بودي كيت بالكامل مال M24. شنو الاختلافات؟ هسه نحكي لكم ما دام الصورة موجودة من الويل، فنبديها بالويالة. الباك لايت، الدعاميات، البتشم كله مختلف. هاي 24 اصل، تمام؟ وهذا مسلك يا 24. شوف يا الحبيب، يجي هيك شكلها. اما شكل 23 فمو هذا الشكل. هسه اراويكم عندي وحدة 23 البلادية، البشم كله الوياله، الباك لايت، وتعالوا نشوف الدواخل. الستيرنج هم هذا خوب مال ام باور، همات مو بس ام. داتا شو بيها السيارة، بانوراما بالكامل. الداخل هذا بلادي يعني، وليس عمل لانكو اسود يسوونه بهذا اللون، لا هذا بلاد. واسراويكم رقم الشاصي مالته. السيارة بيها بونيد. وهسه نشوفكم الحادث بالتليفون الثاني. هذا دواخل السيارة فول مواصفات، ماشية ثلاثينات، رادارات نقطة عمياء، كاميرات 360 درجة، تبريد منفصل امامي عن الخلفي، والمقاعد كهرباء. كلش حلوة اخوان، وماكو هيك سعر. 5 دفاتر و35 ورقة. اطلع من اذن هاي المصرف صار فينا على السيارة حوالي بال5000 دولار. بيش تصفى عليك السيارة وانت تحسب. والسيارة ما ماشية بالعراق بعدها ولا متر، ما صار اسبوع 10 ايام من دخلت وجبناها، يعني بعدها ما مترقمها. تقدر ترقم سليمانية او اربيل او دهوك بنص التكلفة، حوالي 23 او 24 وقت تروح لها ترقيم 3 ملايين وشوية. انت هنا من السيارة ومن الدواخل وكل شيء بنيت بيها صبغ. وتعالوا نراويكم صورة الحادث مالتها. على فكرة ما قلت لكم شنو الاختلاف بين 23 وال 24. شوفوا لي هذا البشم وركزوا لي بيه، وشوفوا لي ذاك. هذا 23 اصل ما ملعوب بيه، وهذا ال 24 الحبيب. فرق من السما للقاع، حاله حال هاي. هاي 24 بلادي، صارت الامور واضحه امامكم. 5 دفاتر و35 ورقه. تعالوا نراويكم صورة الحادث يا الحبيب. ماكو هيك، ها بالصوت والصورة دا اسوي لك. هذا حادث يا اخوان. بعد الرياله القديمة شلون ما حلوة؟ كلها متبدل. شوف، وبعد النوم اكو صور. ستيرن، رباك مال ستيرن عفوا طاق. شوف دواخله، لا تبون على ذن الباغات. الحكي من هنا الجو هذا يتسمى الشاصي او اللغود، ماكو شيء. وهذا رقم الشاصي اللي يحب ياخذ السكرين ويتاكد من اي برنامج عنده. وهذه السياره بواقع حال حاليا. والسعر 5 دفاتر و35 ورقه، والعنوان سليمانيه، المعارض الجديده معرض عديل السيارات. تحياتنا لكم وعذرا على الاطاله، انتظرونا بعروض جديده تدللون وبالخدمه. ومع السلامة يا الغوالي.